يا محمد احنا معك مكتوب عجبينك بطل. إننا اليوم نقف أمامه صاغرين ملبيين النداء لأهل الأسير إضافة لأهل وطننا وشعبنا في داخل الوطن المحتل لنيل حريته، وإن شاء الله إفراجه سيكون قريبا جدا، وإحنا في دورنا نترك بصمة حقيقية لمعاناة النضال الفلسطيني إضافة لتحرير الأسرى من برتنة الاحتلال. محمد القيق لستك وحدك في الميدان، إنما تأكد تماما أن كافة جموع فلسطين بكافة أطيافها وألوانها تقف أمامك صاغرة ملبية النداء لنيل من حريتك والإفراج عنك في الفترة القريبة السريعة. محمد القيق في يومه 81 على التوالي بدأ يفقد الإحساس بغالبية حواسه، هناك آلام في عينيه، هناك آلام في الصدر، هناك تشنجات، هناك تقيؤ الماء الذي يتناوله، هناك ارتفاع في درجة حرارته، هناك آلام في الركب والمفاصل. الأسير محمد القيق الآن في وضع خطير جدا، هناك طبيب مقيم يعاين أوضاعه الصحية لمدة 24 ساعة بجانب السرير، وهذا يعطي مؤشر على أن الأسير محمد القيق لا سمح الله قد يستشهد في أي لحظة، قد يدخل في غيبوبة طويلة في أي لحظة. لذلك نحن من هنا جئنا في هذا اليوم لنحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسير محمد القيق، ولا بد من تدخل كل المؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على حكومة إسرائيل من أجل الاستجابة لمطلب الأسير محمد القيق بالإفراج عنه وإنقاذه قبل فوات الأوان. من الواضح أن المؤسسة الصهيونية في هذه المرحلة تحاول أن تتهرب، تحاول أن تخرج نفسها من مأزق تعيش مع القيق، وبناء على ذلك الآن تتجاهل من حيث المؤسسة الرسمية الحديث. الإعلام الإسرائيلي يتناقل الحدث ضمن دائرة منضبطة، بمعنى أنه يحاول أن يخفي ما يجري بالضبط للقيق، لكن على الواقع هناك إرباك حقيقي. الآن الأوضاع خطيرة، كل ساعة تمضي على القيق هي تقرب من الشهادة أكبر. نحتاج حتى نضغط على المؤسسة الصهيونية أن يكون هناك تفاعلا جماهيريا أوسع، دائرة من التفاعل الميداني أوسع، موقف من الفصائل الفلسطينية حتى يعاد ترتيب الأوراق في التعاطي مع ملف القيق.